الصورة دي الأعراف من بطلمنس هي ناس الله أعلم بهم، من كم عددهم وما طبيعتهم وما أسمائهم أعلم ذلك إلا الله، فهي من الغيبيات. وجاءوا في مكان يفصل بين الجنة والنار، نوسان دي بارادي بالفرنسوية تسمى. يقول ربي في هذه السورة في أولها داعيا إلينا أن نتشبث بالإيمان ولا نستخف به كما يفعل كلاب بني أمية حتى الآن، وهم استخفاف بالإيمان. هذاك علاش اليوم غابت الأمة، لأن الإيمان مركز شوية في بعض ناس ربي يبقيهم بخير ويزيدهم من فضله، وبعض جماعات ربي يشد في عضدها ويألف بين قلوب أعضائها حتى ترجع الأمة كما كانت الأمة في البداية، ويصلح حال الآخرين كما صلح حال الأولين باتباع القرآن العظيم ورسول الإسلام عليه الصلاة والتسليم.